اهلا بيكم. مين فينا مش مديون؟ مين فينا لما بيبقى مزنوق ما بيعديش على البنك ويحاول يعمل تحويل مرتب وياخد قرضه ويبدأ يسدد اقساط؟ مين فينا ما اتدينش قبل الثوره وجت الثوره وتسرح من شغله ولا شغله وقف زي مثل العاملين في قطاع السياحه وعجز عن سداد اقساط دينه للبنك؟ مين شركه صغيره راس مالها كام مليون جنيه ما خدتش قرض من البنك وحاولت انها تطور نفسها لكن قامت الثوره بعديها ثوره والدنيا فلتت منها؟ وطبعا البنوك لان دي اموال مودعين يا اخوانا لازم تاخد اجراءات قانونيه، اجراءات قانونيه تنتهي بك الى الحبس وتتحط بقى في البلاك ليست بتاعه البنوك والكلام ده. كل ده حصل في مصر؟ حصل في مصر السبع سنين اللي فاتوا. في ناس كتيره كتيره متعسره السداد للبنوك من اول 1000 جنيه لحد 10 مليون جنيه، كل دول متعسرين سواء شركات صغيرة شركات متوسطة سواء افراد. البنك المركزي اطلق مبادرة منذ عدة ايام، مبادرة تستحق يعني التهنئة والتصفيق لان فيها صورة من صور الاحساس بحال المواطن المصري، بحال صاحب الشركة الصغيرة اللي كان بيقول يا رب خطوة لقدام لكن الأحداث والظروف السياسية والاقتصادية اللي مرت بيها البلد خدته وخدت شركته ورا. بنك المركزي أطلق مبادرة طيبة جدا، مبادرة بتقول إن كل واحد فرد أو شركة خد قرض من البنوك مستلف من أول 1000 جنيه لحد 10 مليون جنيه يطلع فورا على البنك بتاعه ويسدد الفلوس دي من النهاردة لحد 31 ديسمبر. بس انا واخد قرض بقالي 10 سنين، القرض ده كنت واخده قيمته مثلا 100,000 جنيه بالفوائد النهارده يعمل 1,000,000 جنيه، يعني فيها 900,000 جنيه فوائد. البنك المركزي بيقول لك لا مش هتدفع الفوائد، احنا اسقطنا عنك الفوائد. في مسؤولين طبعا في البنك المركزي ماسكين ورقه وقلم وماسكين اله حاسبه بمعنى ادق عمالين يحسبوا المتعسرين والشركات والافراد ولو خصموا الفوائد هيبقى حجمها قد ايه. طلعت الفوائد 17 مليار جنيه. في تفاصيل كتيرة جدا لازم نعرفها، وهل ده مقتصر على الثمان بنوك اللي ذكرت أسمائهم ولا في بنوك تانية؟ طب لو أنا سالف 11 مليون ما ينفعش أدخل في الموضوع ده شوية؟ تفاصيل أقدر أخدها من دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. مساء الفل دكتور عبد المنعم. مساء النور يا فندم. في البداية لماذا أطلق البنك المركزي هذه المبادرة؟ هي أولا المبادرة دي زي ما حضرتك قلت احنا بنهني البنك المركزي على المبادرة الجيدة جدا اللي أطلقها يوم الأربعاء الماضي 27 يونيو. الهدف من المبادرة ان انا بدعم او ضمن اطار مسؤولية البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر انها تدعم حركة التنمية الاقتصادية داخل مصر. نعم. البنك المركزي الدور الاساسي الخاص بيه او احد اهم ادواره انه يشيل الديون المتعثره، يحاول يحل مشاكل صغار المستثمرين وصغار المتعاملين المقترضين من البنوك عشان حركه الاقتصاد المصري تدور وتستمر في الدوران. طيب البنك المركزي لما اطلق هذه المبادره اشترك فيها 8 بنوك زي ما حضرتك ذكرت، البنك المصري، البنك الاهلي، بنك القاهره، بنك تنميه الصادرات، البنك الزراعي، بنك العقاري، بنك العمال. 8 بنوك مصرية هي اللي اشتركت في هذه المبادرة. طب عفوا معنى كده ان انا كمتعسر اشوف هل انا واخد قرض من الـ8 بنوك دول فاروح لهم؟ طب لو انا واخد قرض من البنوك الخاصة؟ لا، حتى هذه اللحظة البنوك التي اقرت او التي اعلنت انها تنضم لهذه المبادرة هي البنوك الـ8 بنوك اللي ذكرناهم. بس فقط. من المنتظر او وارد؟ طبعا ربما، واعتقد ان كثير من البنوك اللي هتقوم بالإعلان انضمامها لهذه المبادرة خلال الفترة القادمة بإذن الله. الحجم الديون، أولا البنك لن يسقط أصل الدين لكن هو إسقاط للفوائد المتراكمة وغير المسددة على الدين. هل البنك المركزي قدرها؟ قدرها ب 16.8 مليار جنيه مصري فوائد في الـ8 بنوك بس دول. فوائد 8 بنوك فقط. حجم الشركات اللي هي هتستفيد من هذه المبادرة
3500 شبكه اجمالي. 3500 شبكه، وحجم الاشخاص الطبيعيه اللي هم الافراد حوالي 337 الف فرد، منهم ونحط تحت الخط الرقم لو حاجه عليه خط كده 127 الف فلاح ومزاوح. ده كده بنك التنميه والائتمان الزراعي بالظبط، وبنك الزراعي المصري. بنك الزراعي المصري تمام. 127 الف يعني اكثر من الثلث من الفلاحين، ومن اللي هم مديونين بقى بمبالغ ب 100 الف وب 50 الف وب 30 الف وكلام من ده. هي المبادره دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان الفتره اللي فاتت نظرا لتغير الدولار وحالات التضخم، وان بعض الشركات فعلا لم تستطيع تعثرت نتيجه حاله السوق المصري، نتيجه وجود بعض اختلاف القوانين، الدولار اختلف، اسعاره اختلفت حتى قبل التعويم. يعني مش هننظر للتعويم في 2016 ونقول هو ده السبب، لا، احنا قبل التعويم احنا قعدنا فتره حوالي 3 4 سنوات كان سعر الدولار في البنك المركزي بيعلن ب 8 جنيه 88 قرش، لكن الحقيقه المتداوله في السوق كان بتصل ل 13 و15 في بعض. طب اسمح لي دكتور عبد المنعم، في احد الساده المشاهدين كان من المتعثرين وسمعك دلوقتي وعرف الخبر دلوقتي من المصرف افندي، يبدا بكره يعمل ايه؟ يطلع للبنك اللي هو تابع ليه ويشوف اذا كان حجم الدين الخاص بيه حتى يوم 31 ديسمبر 2017 كان في حدود 10 مليون جنيه فيما اقل، يذهب للبنك المركزي، البنك المركزي والبنك التابع ليه بيقدم طلب ان هو عايز يستفيد من المبادره، بيتم احاله الملف الائتماني الخاص به الى اللجنه المشكله بمعرفه البنك وهيتم دراسه حالته. اجمالي الدين اصل الدين هيسدده، الفوائد هيتم النظر عليها حسب بقى كل حاله، يعني كيس باي كيس كده، حاله بحاله هيتم النظر ليها. اذا كانت هذه الحاله تستدعي الغاء الفوائد كلها المتراكمه وغير المسدده بالكامل 100% هيديله امر بالسداد اصل الدين قبل 31 ديسمبر 2018 ويتم اعفائه من هذه الفوائد كلها. طيب، وكما قلت ان المستفيدين او لما تم حصر لهذه المبادره وجد ان 3500 شبكه هتستفيد باسقاط ديون حوالي 12 مليار جنيه، والافراد او الاشخاص الطبيعيه اللي هم 337 الف شخص تعاملوا مع البنك بالاقتراض في حدود 4.8 مليار جنيه. يبقى رساله الى كل فلاح ومزارع مصري، لو انت واخد قرض وفات عليه سنين حتى متحمل بفوائد اطلع فورا على البنك التابع ليه ويقدم الطلب، وتحديد البنك الزراعي اطلع. صحيح، معاك مهله لسداد اصل الدين من هنا ال 31 ديسمبر، بس اطلع بكره واستفيد بالمبادره. طب دكتور من كده فندم فضل. حاجه ثانيه، ان المبادره فقط مش في اسقاط الدين، لان في مبادرات قبل كده البنك المركزي تبناها في اسقاط الفوائد، لكن المبادره المره دي فيها حاجتين مهمين جدا. اولا انه مش هيتم تهميش هذا المستثمر او هذا المقترض، يعني مش هيتم الاسكور يكون سلبي او في البلاك ليست للبنك المركزي، يعني من حقه خاصه لو هو شركه ان يتعامل في السوق الائتماني من جديد مع بنك، مع شركه لتمويل شركته من جديد في الحصول على قرض من جديد، ودي مهمه جدا ان انا بحييه من جديد. لكن انا لو اديته بلاك ليست هيقعد من 3 إلى 5 سنوات مش هيعرف يتعامل مع اي بنك، لا بالاقتراض ولا بالسحب ولا باي حاجه، وهتتجمد نشاطه. يبقى انا حليت مشكله او جزء من المشكله، لكن باقي المشكله ان الاقتصاد المصري او حركه التنميه تعود من جديد. الجزء طيب. الاهم ان عدد القضايا، انا هسال هنا على القضايا، لو البنك كان واخد حكم قضائي ضد متعثر، الحالات اللي بيتم النظر فيها سواء كان صدر بها حكم او لم يصدر بها حكم ممكن النظر فيها في هذه المبادره، ومن ضمن اشتراطات المبادره انه يتم التنازل على القضايا المتبادله سواء كان البنك رافعها او العميل سواء كان شركه او شخص رافعها على البنك، وخاصه بتبقى دعوى اللي بيطلق عليها دعوى الحساب، فهذه القضايا يتم التنازل عنها، يبقى انا خففت عدد كبير جدا من القضايا المتداوله، تتجاوز 1.5 مليون قضيه متداوله في السوق المصري على حجم بسيط جدا. البنك رفع قضيه والعميل رفع قضيه، المحكمه الاقتصاديه شغاله كل يوم نظر مئات القضايا، كل ده هقلله واشيله خالص. يبقى انا شلت قضايا متداوله في السوق، خففت حالات النزاع والاحتقان في السوق المصري والنزاعات المصريه مع البنوك العملاء،
ان العميل هيقدر ياخد من البنك تاني من اي بنك اخر قرض وتمويل سواء بشركته من جديد، يبقى انا ما وقفتوش او ما اطلقتش عليه رصاصة الرحمة بقى وقفلت نشاطه وخليه يضطر يفتح نشاط جديد وشركة جديدة. لا، استمر طالما انا شلت الفوائد وانت التزمت باصل الدين وانا درست حالتك وتأكدت فعلا يقينا ان انت تعثرت سبب نظرا لاسباب السوقية ويخرج عن ارادتك، فهيبدأ يتعامل تاني مع السوق. ما الذي سيعود على الاقتصاد المصري من هذه المبادرة؟ أولا هيعود على الاقتصاد المصري أن أنت حجم نزاعات قضائية موجودة في المحاكم المصرية تم إزالتها، فأنا خففت الأعباء على السادة القضاء والمستشارين والمحاكم، ده جزء مهم جدا. الجزء الأهم أن أنا خففت حجم الديون المتراكمة الموجودة في ميزانيات البنوك وموجودة على العملاء، وأدت إلى في بعض ناس اتسجنت، بعض ناس صدرت ضدها أحكام، كل ده بقلله، بفتح حياة جديدة اقتصادية تنموية جديدة لكثير من العملاء، يعيد حياتهم من جديد، شركاتهم تعاد من جديد. احنا كنا بقالنا سنوات كثيرة نتكلم عن الشركات والمصانع المغلقة، النهاردة المبادرة دي هتحل جزء. الشركات، المصانع، الأفراد اللي هم عندهم مشاكل مع البنوك بعد هذه التسوية وبعد إتمام السداد من حقه يتعامل جديد ويخش في دورة الحياة الجديدة، الحياة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية. أنا بشكرك دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أرجو من كل متعسر أخذ قرضا من البنوك بحد أقصى 10 مليون جنيه